ايش يا ربع؟ استريح يا ربع. استريح استريح. ضيمت علينا يا زايد الله. والله يا زايد. اه يا زايد. جعل الله في عنك ابو ناصر. لا والله وقتها يا زايد. كان اهنيك على العمل يا ابو ناصر. والليل صراحه تشكر على عطف الوجه. لبعين تبعي ما جينا بعد. الله يجعلنا جاهزين. ماكو يديد. والله اشحننا اشحننا. ما قاعد تطير. طيب العمر الله يطول عمرك. لا زود السرعه. ليه العسل؟ ليه العسل؟ اسرع. موجود في نيه انك تطير تطير. ايوه يلا اطلع ارفع راسك ارفع راسك لا 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 من غضب الله حول ما ليش يا عيال جنحاني اصبر 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 طيب اقفز اقفز وانت اي وانت تركض وانت تركض اي اول ايش معليش احمد اول مطار كسر يا عيال بالله اول مطار زي كذا وطاح الجناح شغله بعدين بعد ما تقلع المقدمه شغله الجناح ترى فيها شوك انت بس اقفز اقفز وانت تركض يا اخي جنحاني ماشي ترى فيها شوك بس يدك يدك بس بهالبرد انتبه لا لا وي انا ألف مره اقول ايش اسوي ايش اسوي ايش اسوي بكن ليش ما اطير بكن بلا يا شحنات اليوم من يوم تكسرت اظهري وانا اكسرك مره حلوه تركب منك اتصال في كل يوم وكل ليله واتصبر كل يوم بقول